الجمعيه المغربيه اللي جمعيه رائده في مجال التربيه وتشغيل الشباب عن طريق الرياضه، تتواجد في اكثر من 9 جهات في المغرب، اكثر من 15 مدينه، واليوم تنخدموا مع الشباب بين 2-3 سنوات حتى 35 سنه في عده مجالات كالتربيه كالتمكين وايضا التشغيل عن طريق الرياضه. اليوم كنا فخر لنا كبير بانه جعلنا السيد القنصل الجديد ديال امريكا في الدار البيضاء، ايضا مع السيد مدير الاكاديميه للتربيه والتكوين، وايضا السيده المديره الاقليميه ديال كازانفا، باش نعطيو عده انطلاقات للمدرسه ديالنا ديال الفرصه الثانيه ديال الجيل الجديد للمهن الرياضه. وايضا كان توقيع اتفاقيه بين جمعيه ديالنا تيبو المغرب وايضا لونتربريز امريكان الشركه الامريكيه سيسكو. هذا التوقيع هذا جعل بانه جميع الشباب اللي تيستافدوا من مدرسه الفرصه الثانيه يكون عندهم اكسي للمعلومات ويكون عندهم اكسي لعده برامج اللي تطور المهارات ديالهم الفكريه، المهارات ديالهم المقاولاتيه، وايضا المهارات ديالهم الحياتيه. نعم، الجمعية ديالنا في الدار البيضاء تتواجد في عين السبع، في حي المحمدي، في العنق، في المدينة القديمة، وأيضا في درب غلف، في عين الشق، أيضا في ولاد صالح، في بوسكورة. تنتواجدوا أيضا في عدة مدن كالفنيدق، كأيضا الحسيمة، النادور، طنطان، العيون الداخلة. تنتواجدوا أيضا في عدة قرى كدوار الحجر، أيضا في القسابي، في القلميم. تنتواجدوا أيضا في المناطق الجنوبية كطنطان، كالداخلة، كالعيون. والهدف هو نحاولوا نعطيو الأكثر الأكبر عدد ديال الأطفال الفرصة باش يمكنهم يندمجوا في واحد البرنامج فيه التربية عن طريق الرياضة، اللي تيتعلموا فيه القيم ديال الرياضة، اللي يكونوا في الرياضة كل يوم، وأيضا تتعلموا فيه اللغات الأجنبية وتو سكي ستيم، العلوم، التكنولوجيا، وأيضا الرياضيات، وتتعلموا كيفاش يكونوا غدا أبطال الحياة. أبطال الحياة بالنسبة لنا هما الشباب اللي غدا يلقاو فرصة ديالهم، فرصة عمل، ويلقاو أيضا المكانة ديالهم في المغرب اللي تزيد تتطور. هذا العام في الفرصة الثانية عندنا شباب بين 16 17 18 19 20 سنة، وعندنا أيضا شباب بين 18 25 29 سنة في برنامج انطلاقة، وعندنا أيضا مهاجرين وايضا مغاربه عائدين الى ارض الوطن اللي كاينين في هذا البرنامج ديال ليكول دو لا دوزيام شانس. نعم، كاين عده مشاريع اللي غيكونوا في المغرب، كافتتاح مراكز في منطقه غسات، كايضا افتتاح مراكز في مناطق بحال جوف الملحه، بحال ايضا في ورزازات، بحال عده مناطق في المغرب. ان شاء الله غنفتتحوا اكثر من 15 مركز في انحاء المغرب باش نحاولوا نغطيو 12 جهه في المملكه. وكاينين ايضا عده برامج اللي تيكونوا 100% للفتيات وايضا الامهات، كيفاش يمكن لنا نديروا ليمونسيباسيون، التمكين للفتيات وايضا الامهات عن طريق الرياضه. الوغ لي جون بيان سور اللي بغاو يديروا الرياضه، حنايا الابواب ديالنا مفتوحه. تيبو ماروك على الصفحه الرسميه في فيسبوك، وايضا في انستغرام وفي تويتر، يمكن لهم يتصلوا بنا، يكونوا عده برامج باش يمكن لنا نتقاسموا الخبره ديالنا معهم، وايضا الجمعيات ديال المجتمع المدني يمكن لنا نتقاسموا الخبره ديالنا معهم.